عايزة تعرفي طريقة البوفتيك ويستوي منك بسرعة ازاي؟ شاهدي الفيديو للآخر ويطلع منك بالطريقة الجميلة دي. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلك كل جديد مني. ويلا بينا نقول بسم الله الخير على أحلى متابعين وأحلى ناس بيتابعوني. النهاردة هتبل لحمة أعملها بوفتيك. النهاردة امتى؟ النهاردة بالليل. هعملها بكرة، يعني انا مش عايزاه النهاردة اعملها، هعملها بكرة. هي اولا المفروض هي بتدق، بس هو قطعها لي رفيعة جدا. شوفوا المنظر اهي، بس المنظر اهي رفيعة جدا جدا، مش هدقها، مش مستحملة دق. تعالوا بينا نشوف انا بتبلها ازاي ونسمي الله كده. نبدأ نقول بسم الله. عندي هنا مية بصل، البصل مش هترميه اللي انت عصرتي ميته، لا شيليه لكفتة، او لو هتشيليه في الفريزر ما ينفعش بقى كفتة، لو انت هتعمليه في نفس اليوم لكفتة ممكن تعصجي بقى بيه او تطبخي بيه. خلاص كده نقول بسم الله. وعندي طماطم، بصي بشر طماطم، يا اما عايزة يا تضربي طماطم بس في الخلاط بدون ميه، تاخدي بس، فيستحسن احسن حاجه تبشريها طماطمتين ثلاثه حسب اللي انت عايزه تعمليه. يبقى كده حاجتين. وعندي خل، عندي هنا فلفل ابيض، مش فلفل اسود، لا ابيض عشان يبقى مفتحها، ما تبقاش غامقه. وعندي ملح، وعندي حته جوز الطيبه هبشرها دلوقتي واحطها عليه. يلا بقى نقول بسم الله. ادي الطماطم هنزلها خلاص كده، وادي عصير البصل، يعني تبشري كده بصلتين كبار او اي حاجه من دي. وعندي هنا معلقه الخل، معلقه خل او معلقه وشويه كده، هي مش عايزه يعني، هي مش مستحمله تستوي. عندي هنا الملح والفلفل الاسود، وعندي هنا جوز الطيبه، تمام كده بسرعه، حاجه بسيطه، وده اختياري، دي اختياري، ما عندكيش مش مهم، بس انا عايزه اديلك نكهه شويه، حاجه تغيير شويه. او هي المفروض البفتيك ما يبقاش فيها توابل تانية المفروض. خلاص كده اقلبها واوريها لكم بقى، وتغلفيها كويس عشان انتي هتدخليها التلاجة. خلاص برضو وقعت تاني ولا ايه؟ مش عارف، اه وقعت تاني. خلاص هتبلها بقى كده، ريحه الجوز التيبة طالع خالص، اقلبها حلو واغلفها كويس وادخلها التلاجة تبات. لو انت هتعمليها في نفس اليوم قومي الصبح بدري حطيها وتتبل قبلها بثلاث اربع ساعات، تكوني دقها وتكون رفيعة. خلاص كده انا هغلفها وادخلها التلاجة وشوفها لي، وشوفوا مع بعض بكرة ان شاء الله. جدد الصباح او المساء حسب وصول المشاهدة في اي توقيت. تعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه. طبعا دي من امبارح متبله، تمام. عندي هنا بيض بلبن بفلفل ابيض، مش فلفل اسود زي ما حطيت هنا، عملت كده ملح، يعني كده اربع حاجات، بيض لبن فلفل ابيض ملح. هنا دقيق، عليه حاجه بسيطه خالص نشا عشان تمسك اللحمه شويه. وهنا البقسماط اللي بيتباع جاهز مطحون، بس انا جايبه كيس تاني فيه خلطه كده بتخليه حلو برضه. نبدا بقى نسمي الله ونقول لكم هعمل ايه. مش هتدعم من الايد، سبحان الله، امسكها كده كده، ابطنها يعني بالدقيق. خلاص كده انزلها في البيض،
برفعها كده خلاص، انزل اللي فيها. هوريكوا برضو انا بشقها بقى ازاي كده. يعني كده حط بقى ايه، اكتر بقى ايه الكفر بتاعها، الحاجات بتاعتها تبقى تخينة فيها. كده تمام، عشان اعمل بقى بايديا كده اضغط عليها كده. نحطهم الاتنين في صينيه واحده عشان ما استهلكش حاجات، يعني الدنيا ساقعه والمواعين بتبقى صعبه شويه حتى لو بميه سخنه. كده بصوا بقى يا جماعه انا بعمل ايه وهي موجوده كده، بشقها، اوسع علشان تشوفوا، بشقها كده 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 اهي، والعكس العكس كده. خلاص كده ارجع تاني على الناحية التانية نفس الحكاية اهي اهي كده، على خفيف انا مش بضغط لتحت، هتضغطي لتحت هتقطعيها. الطريقة دي كده اهي، زن كده باينة عندكم زي خرط البقلاوة، بشيلها بقى وهكذا اعمل واحدة تانية كمان. كده بغلفها بالدقيق، بتمسك فيها احطها في البيض. خلاص كده غلفها بالسميت يعني بالحاجات بتاعتها تتغلف بيها كويس قوي، اخرطها كده يعني كده جسة كده عشان لما تتقلى الزيت كله يخش فيها من جميع النواحي. تقعدش كده جامد عليه اهي. خلاص كده اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. خلاص كده انا خلصت الكميه كلها، احطها بقى في التلاجه بتاع ربع ساعه تلت ساعه حسب ما وقتك، وطلعيها بقى ليها تمام. طبعا اتعمل على يومين، يوم اقلي ويوم اقلي التاني، يوم النهارده مثلا اقلي طبق وبكره اقلي طبق، يبقى جاهز كده. او تقلي على قد الموجودين، لو طازه بطازه ما يكونش مثلا بايت بيبقى دمه غلس شويه، لكن كده حلوه قوي انك انت تقسمي الكميه على مرتين. بينا بقى نقلي، الزيت يكون سخن قوي تمام، وتوطي النار اول ما يسخن. ناخد هنا نحطها، بسم الله، نحط الحته الثانيه. خلاص كده تقلي بقى على الجنبين واطلعها، واطلعها على ورق خاص، ورق كابوتشي، على جرجير، اي حاجه. انا ما قلبتهاش لما حسيت من تحت بدات لزق فيها الكفر وبدات تخش في السوى، عشان الطبقه دي ممكن تقع منكم، فيستحسن ما تقدريش تقلبي فيها، هي مره على الوش ومره على كده بالطريقه دي. يعني الصغيره دي انا ما قلبتهاش، هقلبها دلوقتي اهي. خلاص كده لسه شويه وهطلعها. خلاص كده انا هبدأ بقى ايه اطلعها، انا قلبتها على الناحيتين. خلاص كده نصفيها كويس ونحطيها اهي. بس الجمال زي ما هو لازق، زي ما هو البطانة بتاعتها، شايفين الجمال.
خلاص اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. وبقى بعد ما خلص وطلع من، بصوا بقى لما يكون طلعتيه من من على البوتاجاز من قلب الزيت، ما تمسكهوش ياما، سيبيه في الهواء، سيبيه وكوني حاطه تحتيه، ما تحطيش ورق، لا ما تحطيش ورق خالص، حطي تحتيه خضره يشرب الزيوت بتاعته ويقرمش ويبقى حلو بقى. تحركيه بعد كده في الطبق اللي هتقدمي فيه بالطريقه الجميله دي. عايزه اوري لكم بقى حته كده، هطلع لكم حته كله مستوي الحقيقه يعني. كنت انا واكله حته كده وشايلاها مش عارفه بقى. المهم يلا بصوا يا جماعه، بس بتقطع ازاي، بصوا حلاوه ازاي، بس جميل جدا يعني. كنت اقطع الحته دي واكلاها. ايه رايكم بقى في الطريقه الصح دي؟ طريقه جميله سهله تقدري تعمليها في اي وقت، وتغلفيها وتسيبيها في التلاجة ما يجراش اي حاجه. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم كل جديد مني. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.